رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي نجمي. ونحن يا بيير من إلك وباسم كل رفاقك إنه قادرين نتطلع فيك بصورتك بوجهك، نتطلع بالرئيس العنيد، نتطلع بالشيخة جويس، نتطلع بنيكول، نتطلع بباتي، نتطلع بعيون ألكسندر، ونتطلع بعيون أمين يلي صار أطول منا كلنا. نتطلع بعيون عيلة سمير، ونتطلع بعيون الرئيس البشير، ونقول لهم نحن ما بنخون القضية يلي أنتوا استشهدتوا كرمالها. وليالي تجرأوا عليك، ليالي تجرأوا علينا من خلالك، ويلي اعتبروا انه اذا دقوا فيك واذا قتلوك بيقتلوا القضية اللي انت عم تدافع عنها. بدي اطلب منهم لانه اكيد عم بيشوفونا اليوم، يلي قرروا ويلي نفذوا، طلعوا بأيدي الساحة ورح تشوفوا قدامكن عشرات آلاف البيير جميل. انت تركتنا بس نحن عم نحس فيك كل يوم، نحن عايشين معك كل يوم. ولادك عم بيكبروا وعم بيشبهوا كل يوم أكتر وأكتر. أمين صار كبير، أبضاي مثلك، بيحب لبنان مثلك، بيحب الكتائب مثلك، وألكسندر زيت شي مع ضحكته، ضحكة يلي بتشبهك هي زيتها، نفس الضحكة منشوفه منشوفك. بعدها باتي واقفة على إجريها وعم بتربي ولادها أحلى تربية، ونحن كلنا رفاقك، أمك وبيك أختك ورفاقك كلهم موجودين ومكملين ومصرين يقولوا أنه بيير جميل ما بيموت، ونحن باقيين، ومهما عملتوا وشو ما عملتوا وقد ما قتلتوا فينا نحن منرجع منوقف من جديد. بتاريخ الأوطان، بتاريخ الأوطان في أشخاص بيتركوا بصمة، في أشخاص بيوقفوا، في أشخاص بيقولوا لا، في أشخاص بيضحوا بحياتهم، وهول الأشخاص هن يلي بيكونوا حجر أساس لبناء البلد، وأنت يا خيي واحد منهم. بضحكتك وقلبك وحبك للبنان دخلت قلوب كل اللبنانيين، بإيمانك بالكتائب وبعملك وبنزولك على الأرض وبتضحيتك الكبيرة زرعت عند كل واحد منا الأمل بالمستقبل، وزرعت خميرة واليوم صارت أرزة،
وهيدي الأرض كبيرة، وهيدي الأرض موجودة قدامك اليوم. تحية لكم جميعا يا رفاق. بهيدي المناسبة نطلع فيك، نطلع فيك لأنه أنت الوحيد يلي عم تفهم علينا. أنت وكل واحد عطى حياته كرمال لبنان. إيه يا خيي، في كتير ناس ما عادت عم تفهم علينا، ما بقى عم تفهم نضالنا السياسي، ما عم تفهم نحنا كيف منفهم العمل السياسي والعمل الوطني. قد ما نزل المستوى يا خيي، في كتير ناس ما بقى عم يفهموا علينا. لكل هؤلاء رح نوضح ورح نفسر. نضال الكتائب من أجل لبنان هو نضال متجرد، مبني أولا على حب لبنان، مش حب السياسة، مش حب المناصب، مش حب السلطة، مش حب النيابة ولا الوزارات. نحن حب لبنان اللي بيحركنا. ايه، نحن نضالنا متجرد، الدافع تبعه حب لبنان وحب الحرية. نحن منآمن انه هيدي الارض الله قدم لنا اياها فنحن نحبها، نحب ترابها، نحب شعبها، نحب بحرها وجبلها وندافع عنه مهما كلف الامر. قدمنا اكبر التضحيات كرمال هيدي الارض وكرمال هيدا البلد يلي انت حبيته. ناضلنا من اجل الحريه لانه لبنان بلا الحريه ما عاد لبنان. نهار يلي نحن منقبل انه حدا يقرر عنا انه انتو شو بدكن بهالقصه، ما تفكروا نحن منفكر عنكم، انتو ما تقرروا نحن منقرر عنكم. نحن منكون فقدنا مبرر مقاومتنا على مدى 1500 سنة يلي هي مقاومة من أجل الحرية، من أجل حقنا بأنه نقرر مصيرنا، حقنا بأنه نقول كلمة الحق، حقنا بأنه نكون أحرار ونعيش أحرار بلبنان. هيدا حق لنا، ما حدا بيقدر يسلم لنا إياه. نضالنا الوطني مبني على حب لبنان وعلى حب الحرية، إنما كمان مبني على الصدق والأخلاق والوفاء بعملنا اليومي وبممارستنا اليومية. إيه، نحن منعتبر أنه ما في حياة وطنية صحيحة إلا من خلال هالثلاث أيام يلي تربينا عليهم على إيد الكبير المؤسس بيير جميل. الصدق مع أنفسنا، الصدق مع الناس، الصدق بالكلمة اللي منقولها يلي منوقف عليها ومنلتزم فيها، الأخلاق بالتعاطي المبني على احترام الآخر، على مد اليد، على التعاطي الإيجابي بكل الأيام دائماً في خدمة لبنان، الوفاء، الوفاء لكل يلي سبقونا، الوفاء لألك، الوفاء لستة آلاف شهيد كتابة عطيوا حياتهم كرمال لبنان. في كتير ناس بيقولولنا تعطوا بواقعية أكثر. نحن دايماً مستعدين نتعطى بواقعية ودايماً مستعدين نكون إيجابيين، ولكن الواقعية السياسية لا تعني أن واحد يقرر يتخلى عن كل معنى وجوده. الواقعية السياسية لا تعني أن واحد كرمال يشتغل بالسياسة بده يحط وراء مبادئه وثوابته
وتضحيات يلي سبقوه. نحن نعرف ووعدنا الناس انه وقت فتنا على المجلس النيابي فايتين بقضيتنا بشهدائنا بتضحياتنا، ما منكبهم وراها ورانا ومنفوت ناخذهم معنا ومنفوتهم معنا على المجلس النيابي وعلى مجلس الوزراء واينما وجدنا. شيخ بيير الجد كان يقول فيكم تاخذوا منا كل شيء من عدا كرامتنا، ونحن اليوم منقول فيكم تاخذوا منا كل شيء من عدا كرامتنا ومصلحة بلدنا. الشهادة بالنسبة للكتائب هي مثل المعمودية، مثل المعمودية لأنه بتجعل من القضية اللي عم ندافع عنها قضية مقدسة، وبتجعل من المساومة ممنوعة. ايه وقت يسقط شهداء ما بيعود فينا ناخد ونعطي بالأساسات، ما بيعود فينا نساير على حساب كل شيء ناضلنا من أجل كرمال شو استشهد بيير، كرمال شو استشهد سمير، كرمال شو استشهد بشير، كرمال شو استشهد كل واحد من شهدائنا. استشهدوا تيكون قرار لبنان قرار حر، وقفنا ضد كل من حاول يحط ايده على قرارنا وعلى مستقبلنا. كل مين حاول يقول للشعب اللبناني انت عود بالبيت نحن بنقرر عنك. ونحن اليوم مستعدين نضحي بكل شيء، ولا بدنا وزارة ولا بدنا نيابة ولا بدنا مناصب إذا هيدا الشيء ثمنه أنه نتخلى عن قضيتنا وجوهر وجودنا ومبرر استشهادكم يا رفاقي. واجبنا تجاه شهدائنا، واجبنا تجاه شهدائنا يا رفاقي هو أنه نكمل بالنضال، نكمل ندافع عن يلي هن قدسوا بدمه. نضلنا عم نسابق من دون مساومة على الثوابت والمبادئ. إيه نعم، مشروع الكتائب هو مشروع لبناني، مشروع لبناني، مشروع لبناني، مشروع الكتائب هو مشروع بناء دولة حقيقية. وهيدي الدولة الحقيقية ما فيها تنبنى بنص سيادة، ما فيها تنبنى بنص ديمقراطية، ما فيها تنبنى بنص انتخابات، ما فيها تنبنى بنص كذب. الدولة الحقيقية ما فيها تنبنى نص نص، ما فيها تنبنى بالمساومة. الدولة الحقيقية أو بتكون كاملة أو ما بتكون. زهقنا نعيش بالمؤقت، زهقنا نعيش بأشباه الرجال يلي ببعض الأوقات بياخدوا لبنان إلى أماكن ما بنعرف لوين بياخدوه. نحن اليوم بالنسبة لنا الدولة القوية هي الهدف تبعنا، وهيدي الدولة ما فينا نبنيها إلا إذا كنا مصرين أن تكون ديمقراطيتنا كاملة، سيادتنا كاملة، استقلالنا كامل، حريتنا كاملة، ولا بأي شكل من الأشكال منقبل أنه تنبنى دولتنا إلا هيك. العمل بالنسبة لنا هو العمل من أجل كل اللبنانيين. نضالنا من أجل دولة قوية، من أجل دولة حرة سيدة ومستقلة، هي من أجل الناس، لأنه بصلب
قضية الكتائب هو الشعب اللبناني. كل شيء عم نعمله اليوم هو من أجل الشعب اللبناني، لأنه تعبنا نشوف شباب عم بيهجروا لبنان، شبعنا نشوف شباب عم تفقد الأمل بلبنان، عم تفقد الأمل بالحياة السياسية بلبنان، عم تفقد الأمل أنه ممكن يجي نهار نقدر نمضي هذا البلد. نحن موجودين هون تنقول لهول الشباب أنه في شباب مثلكم موجودين بموعى المسؤولية، في أحزاب بتشبهكم، حزب الكتائب اللبنانية حزب عم بناضل كرمالكم، قرر أنه يكمل ما يساوم ويقول أنه نحن ما منقبل نعيش إلا باللبنان يلي بيشبهنا، نحن ما منقبل نخوض الحياة السياسية إلا كرمالتا أنتو تفتخروا بالحياة بلبنان وتبنوا بلد بيشبهكم. ولهذا السبب نحن مكملين، رح نشتغل كل يوم مع كل يلي بيحب يحط إيده بإيدنا، مع كل يلي بيحب أنه يناضل معنا من أجل الشعب اللبناني، وما رح نوقف وما رح نستسلم، ورح نعمل كل شيء كرمال تنعمل بلد بيشبه شباب لبنان يلي عم يروحوا يفتشوا على بلد حضاري غير محل. بدنا إياهم يلاقوا هيدا البلد الحضاري بلبنان على هيدا التراب وبهيدا البلد اللي منحبه. رفاق الكتابين توجه لكم اليوم بهالكلمة يلي ما فيها حكي سياسي، فيها حكي وجداني من القلب. كرمالتا نقول لبيير أنه نحن مكملين، ولكن إذا بدنا نوفي بيير ونكون على قد الشهادة تبعه، لازم إيماننا يكون لا يتزحزح، لازم نتطلع بالسماء بشهدائنا ونفتخر فيهم وبالقضية يلي استشهدوا كرمالها، ونكمل النضال وتضل الكتائب الصوت الحر في لبنان. ايه يا رفاقي، الكتائب هي الصوت الحر في لبنان. واللبنانيين بحاجة لإلكم يا رفاقي ويا رفيقاتي، كتابيين بحاجة لإلكم أنه تفتحوا بيوت الكتائب وتفتحوا قلوبكم لكل الناس اللي بتشبهنا، لكل الناس اللي بتفكر مثلنا، لكل الناس اللي بدها تبني بلد من دون مساومات ومن دون تنازلات. تفتحوا قلوبكم وبيوت الكتائب لكل اللبنانيين من كل الطوائف، من كل المذاهب، من كل الاتجاهات السياسية، ويلي عم بتشوفكن واقفين على رجليكن صامدين واقفين مش هاممكن إلا مصلحة لبنان. افتحوا بيوت الكتائب، افتحوا قلوبكم لكل اللبنانيين واستقبلوهم واحكوا معهم، حطوا ايدكم بايد كل يلي بده يشتغل معنا لبناء هيدا البلد. نحن بالنسبة لنا مشوار طويل، 80 سنة قطعوا وعنا قدهم جايين وأكثر. أهم شيء بالنسبة لنا مؤسسة حزب الكتائب اللبنانية يلي منريدها مؤسسة ديمقراطية، مؤسسة ثابتة، مؤسسة وفية، مؤسسة مناضلة ومقاومة، مؤسسة مستعد تكون بحي الله لحظة تضحي بنفسها وبشبابها دفاعا عن لبنان دون مقابل، من دون تربيح جميلة، من دون كذب على الناس. ايه، مؤسسة للمستقبل عم تتطلع على 80 و100 و200 سنة جديدة. نحن يا رفاقي مسؤولية كتير كبيرة علينا اليوم، مسؤولية كبيرة لأنه أنتوا اليوم الوحيدين يلي بقيتوا بالمرصاد عم بتقولوا كلمة الحق، عم بتضل الصورة واضحة قدامكم، عم بتضل القضية واضحة قدامكم. تحية لكل كتائب سمع يلي ما حدا سمعه بآخر فترة، تحية لكل كتائبين شوه
بعد صورته. تحية لكل كتابة بعده واقف على إجري. تحية لكل كتابة بعده مؤمن بالقضية. تحية لكل كتابة بعده وفي للشهداء وللقضية ولبشير ولبيير ولكل الشهداء اللي صادوا. ما نفع الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه. ما نفع حزب الكتاب إن ربح كل المناصب وخسر قضيته. كتاب الكتاب وجدت لتدافع عن لبنان وعن الحرية. أو بتكون هيك أو عمرها ما تكون الكتاب. يا بتكون الكتاب واقفة مناضلة مقاومة أو عمرها ما تكون الكتاب. ساعتها فيكن تسموها كل شي من عدا كتاب. في الختام رفاقي رفيقاتي، نحن عم نتطلع على هيدي المرحلة الجديدة وعم نقول للجميع الكلمة اللي قالها بيير: ما تخافوا من الكتائب إذا كنتوا عم تشتغلوا لمصلحة لبنان، إنما ما تتكلوا أن الكتائب تزيح قيد أنملة عن قضيتها وعن مبادئها وعن ثوابتها. رفاقي رفيقاتي، نحن بكل لحظة نطلع بإيجابية على المستقبل، ولكن خلينا نحن نكون ضمير هيدا البلد، ونكون نحن ضمير هيدي القضية، ونكون نحن رجال هيدي القضية، ونكون نحن دائما في خدمة لبنان. وبالختام كلمة واحدة: رفاقي رفيقاتي، كتائبيين رح يبقوا ثابتون ثابتون ثابتون. ورح اطلب منكم يا رفاقي قبل ما نترك هيدي الباحة وقبل ما ننتقل إلى العمل من أجل لبنان، قبل ما ننتقل كل واحد منا إلى النضال مجددا، بدي أطلب منكم أنه تسمعوا بيير محل ما هو، هو وكل شهدائنا، هو وسمير وبشير وأنطوان وكل شهداء الكتائب. نسمعهم بصوت عالي النشيد الكتائبي إنشادا، وتكون هيدي الصرخة صرختكم تحية وفاء لكل يلي أعطي حياته كرمالنا. الأمل نحن سياج الوطن.